السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا من بعد اللايف اللي كنت درت ديال النهايات هادو كيرك تذكير ديال السيزيام، خاص الدري خاصو يكون عارف كيفاش يحسب النهايات. ودابا أول درس في البكالوريا إن شاء الله، واللي كنتمنى لكم النجاح، هو درس الاتصال، اللي هو اتصال الدالة العددية. إذا هاد الدرس كيعتمد على النهايات بشكل كبير، دونك الدري خاصو يكون عارف النهايات. أغلبية النهايات اللي حنا نحتاجو النهايات عندما إكس كتقول العدد ماشي في الانفيني. إذا أول حاجة نبغيكم تركزوا معايا، الدرس راه ساهل، تكون عارف النهايات تعرف اتصال. إذا أول حاجة قلنا درس اتصال دالة عددية، خاصك تعرف فيه أولا كتعريف. تعريف إمتى كنقولوا أن الدالة متصلة في نقطة؟ دونك أول حاجة خاص تكون كاين عندنا اتصال في نقطة، ياك هاد الاتصال في نقطة لا كونتينيتي دون زين بوان. هنا كتكون عندك ديجا واحد النقطة اللي محددة كيكون عاطينها ليك، وانت كتحسب النهاية وخاصك تلقاها نفس الصورة. إذا اش كيقول التعريف؟ لتكون اف دالة عددية معرفة على المجال المفتوح اي و ا عنصر من المجال اي. اذا هنا اول حاجه خاصنا يكون عندنا ان الداله مجموعه التعريف كيعطيوها، الا ما عطاوش كيذكروا لك تحدد مجموعه التعريف. اذا امتى كنقولوا حنا هاي ان الداله متصله؟ نقول ان الداله اف متصله في نقطه ا اذا كان هذه الخاصيه. اش كتعني؟ كنمشيو نحسبوا الليميت، النهايه ليميت عندما اكس كتقول ا ديال الداله اف دو اكس كتعطينا الصوره. اذا هذه اش كتعني؟ كتعني صورة العدد أ اللي هي النقطة اللي كنحسبو فيه، وهادي شناهي؟ النهاية ديال الدالة فاش إكس كتقول الأ. إذا كنحسبو النهاية وكنقارنوها مع من؟ كنقارنوها مع الصورة. إذا هاد الجزء الأول نديرو فيه التطبيق، غندير أنا كل جزء والتطبيق ديالو باش فهمو مزيان. نبدا بالسلسله اللي ديجا لايح لكم في الفيس باش تكونوا عارفين عليها. مثال التمرين هنا اش عاطينك في التمرين الاول؟ قالك ادرس اتصال اف اي الداله اف في النقطه اكس 0. هنا عندنا اكس 0 هي 0، بحال قالك ادرس اتصال اف في النقطه 0، وعاطينك هنا هي الداله وعاطينك الصوره ديالها. واحد الملاحظه مهمه، دائما فيما نبغي نحسب انا النهايه خاصني نشوف واش عندي الصوره ولا لا، حيت هي اللي كنقارن بها. في هذه الحاله عاطينا حنا الصوره، اذا ممكن نحسب مباشره. اذا عاطينا اف على هذا الشكل، دونك عاطينا اف دو اكس شحال كتساوي لينا؟ الجذر ديال اكس زائد 4 ناقص 2 على اكس، وهما عاطينك ان مجموعه التعريف ان اكس كتخالف 0، هذا الشرط ديالها. والصوره ديال 0 شحال هي؟ 1 على 4. أغلبية ديال التمارين هاد النقطة اللي كتكون هنا حسب لها الصورة هي اللي كنبغيو نمشي نشوفو واش الدالة متصلة فيها ولا لا. إذا هنا قال لك ادرس اتصال، ادرس اتصال الدالة اف في النقطة ذات الأفصول شحال؟ 0. إذا هنا لا بغينا ندرسو اتصال، واحد الملاحظة الا قالك ادرس اتصال نقدروا نحصلوا حنا على داله متصله او غير متصله. ولا قالك هل الداله متصله، الا عطاك سؤال بهل حتى هي تقدر تكون متصله ولا غير متصله. اما الا قالك بين ان الداله متصله، فاش كيقولك بين ضروري تخرج لك متصله. اذا هنا قالك ادرس اتصال ما عرفناش نحسبه. اول حاجه كنمشيو نشوفوا واش عندنا الصوره. لدينا اف ديال 0 شحال كتساوي لينا؟ 1 على 4. اذا الصوره هي عندي، ياك كنمشي نحسب انا النهايه. ليميت عندما اكس كتقول 0 لهاد النقطه اللي كيقول لك درس اتصال فيها، 0 ديال من ديال الداله، الداله اللي عندي هي الجذر ديال اكس زائد 4 ناقص 2 الكل على اكس. فهم؟ اذا اول حاجه كان خاصني نكون عندي قلنا الصوره، الا ما كانت عندي كنمشيو نحسبوها. دابا نعطيكم امثله امتى كنحسبوها. ثانيا كنمشي نحسب النهايه، النهايه هنا كيبقى
الدري خاصو يكون عارف الدرس ديال النهايات، يتقنو مزيان، يخدم جميع انواع النهايات. هنا اول حاجه ونذكركم بها، في النهايات اش كنديروا دائما؟ كنمشيو نعوضوا. اول حاجه هو التعويض. اذا لا مشينا عوضنا هنا باش نعوضوا، كنعوضوا في صفر، فيما تبان ليا اكس كنعوضها بصفر. جذر صفر زائد 4 ناقص 2 على صفر. هنا شحال تعطي؟ تعطي صفر على صفر، حيت لا حسبنا جذر 4 هي 2، 2 ناقص 2 هي صفر. صفر على صفر هي شكل غير محدد، كنكتبوا اف اي، شكل غير محدد. دابا لإزالة الشكل غير محدد راه التقنيات ديجا حنا وريناهم لكم. التقنيات اللي كنخدموا، اول حاجه الا كان عندي عدد وصفر على صفر كنقول اكس ناقص صفر هي المشكل. دونك اكس ناقص صفر هي شحال؟ راه هي اكس. دونك هنا المشكل فين كاين؟ المشكل راه كاين في اكس، دونك هو اللي خاصو يتختزل. كيفاش غادي نخدم انا هادي؟ عاد كنجي نشوف اين انواع ديال الدوال عندي هنا. عندي هنا داله وعندي المشكل فين كاين؟ داله اللي فيها الجذر. فيما يكون عندك الجذر كنخدم باش بالمرافق. اذا هنا خاصني نضرب في مرافق ليميت عندما اكس كتقول الصفر، عندنا الجذر ديال اكس زائد 4 ناقص 2 كنضربوها على المرافق ديالها. قلنا المرافق شنو الاشاره اللي كتغير؟ كتغير الاشاره ديالاش ديال العدد اللي خارج الجذر، هو هذا هو ما داخلش في الجذر، اما هذا ما كتغيرش ليه الاشاره ديالو. ها هي زائد 2 كيف ما ضربت خاصني نقسم ضروري، وما ننساش واحد الاكس راه عندي هنا، حيت الفوق ضربت الفوق وضربت لتحت، 4 زائد 2 صافي. اذا فاش ضرب ماشي تختزل، لا، حيت شنو هو الهدف من المرافق؟ الهدف المرافق هو ازاله الشكل غير محدد. اذا اش كندير؟ هذه كنشرها هنا بحال عندنا القاعده الانيه، ان ا ناقص بي عامل ل ا زائد بي شحال كتساوي؟ ها هي ا ناقص بي عامل ل ا زائد بي، هي ا اس 2، هذه بحال قلتي هي ا، وهذه هي بي ناقص بي اس 2 متطابقه الهامه الثالثه، خاص تكون حافظه. اذا نطبقوا المتطابقات الهامه، ليميت عندما اكس كتقول 0، هنا قلنا الاول اس 2 دونك هو الجذر اكس زائد 4 اس 2 ناقص بي بي هي 2 2 اس 2، ولتحت ما نشرش حيت كاين اللي كيمشي ينشر وكيوقع في مشكل. اذا انا اش غادي ندير؟ ما نشرش باش يبان ليا باش نختزل، حيت قلت لكم باش خاصنا نختزلو خاصنا نختزلو باكس. اذا انا ما نشرش لتحت الفوق. المتطابقه الهامه شنو الدور ديالها؟ هي غادي تزيد لينا هذا الجذر. تولي عندنا الليميت عندما اكس كتقول 0 هنا، حيت اكس زائد 4 فاش النهايه كتقول 0 راه موجبه بلا ما نديرو قيمه مطلقه تخرج موجبه. الجذر يمشي مع اس 2 تبقى لينا اكس زائد 4 ناقص 2 اس 2 هي شحال؟ هي 4 على اكس عامل الجذر ديال اكس زائد 4 زائد 2. دائما في النهايات فاش كنكونو خدامين النهايات دائما خاص يكون اختزال، كنبسط ونختزل. الفوق شحال يبقى؟ هاد 4 يمشي مع 4 حيت 4 ناقص 4 هي 0 يبقى اكس، ولتحت اكس عامل الجذر ديال اكس زائد 4 زائد 2. هنا فين هو المشكل؟ انتبه اش قلت لكم؟ فيما يكون عندك 0 على 0 المشكل كناخذ هاد اكس ناقص 0 هي شحال؟ لقيتها قبيله هي اكس، دونك الاكس باش نختزل. فاش كتحيد المشكل صافي اوتوماتيكمون كتخدم ديريكت. دونك ليميت عندما اكس كتقول 0 هنا فاش نختزل هاد الاكس فاش مضروبه؟ راه مضروبه في واحد، الفوق يبقى واحد، لتحت الجذر ديال اكس زائد 4 زائد 2 ونعوض التعويض المباشر شحال يعطيني؟ الفوق يبقى واحد، لتحت الجذر هنا 0 زائد 4 حيت اكس كنعوضها باش بصفر زائد 2، الى حسبت واحد على هنا 0 زائد 4 هي 4 الجذر ديال 4 هي 2، 2 زائد 2 هي شحال؟ هي 4. شحال عطاتني؟ 1 على 4. دونك النهايه ساوات لي 1 على 4. كنمشي نقارنها مع من؟ كنقارنها مع الصوره. الى ساواتها اش كنقولوا؟ كنقولوا انها متصله. اذا بما ان ليميت عندما اكس كتقول 0 ديال اف دو اكس، زعما الداله اللي عندنا كتساوي لينا اف ديال 0 حيت كيساوي ياك، فان اف
دالة متصلة في النقطة ذات الأفصول زيرو، لكن كتبو متصلة في الصفر. هذا هو الاتصال. إذا الاتصال على من كيعتمد؟ على النهايات. نديرو مثال ثاني، ناخذ هذا المثال بلا ما نكتبو، نديرو مباشرة يقراو معايا. هذه الورقة أصلا راه حاطة في الفيس. إذا نخدمو على هذا المثال. نفس الشيء عندنا الصورة، دونك لدينا دائما. علاش كنكتب انا الصوره الاولى؟ حيت الا ما كانش عندك خاصك تمشي تحسبها. دابا نديرو امثله. اف ديال 3 كتساوي 4، وعندنا الداله خاصنا نمشيو نحسبو الليميت عندما اكس كتولاش. قلت لكم هذا العدد اللي كيكون وسط، اللي كنقلبوا على كيكون عندنا الصوره ديالو، هذا هو الليميت اللي كنمشيو نحسبو ليه، هو 3. حيت اصلا هاي قال لك احسب ولا ادرس اتصال فاش في اكس 0. اكس 0 شحال كتساوي؟ كتساوي 3. اذا الليميت عندما اكس كتقول 3 ديال الدالة اللي عندي اللي هي x أس 2 ناقص x ناقص 6 على x ناقص 3. أول حاجة ديما نأكد هو التعويض، دائما النهايات باش مبقاش عندك مشكل هو التعويض. 3 أس 2 ناقص 3 ناقص 6 على 3 ناقص 3. إلا عوض 3 أس 2 هي 9 ناقص 3 هي 6، 6 ناقص 6 هي 0. دونك 0 على 0 شكل غير محدد. دونك الا كان عندي انا شكل غير محدد اش كندير؟ خاصني نتبع التقنيات باش كنحيدو هاد الشكل غير محدد. هنا الشكل الغير محدد صفر على صفر عنده تقنيه معروفه، قلنا دائما كنشدو هاد الاكس نقصو من هاد العدد. بحال قلتي اكس ناقص 3، هذا هو البروبليم خاصنا نحيدو. صافي. اذا كيفاش غادي نحيدو؟ اول حاجه اكس ناقص 3 هو عندي لتحت، شوف هو عندي لتحت، ولكن ما عنديش الفوق، ما باينش هنا x ناقص 3 راه داخل وسطاش، وسط هذه المعادلة ولا الحدودية من الدرجة الثانية. فاش كتكون عندي حدودية من الدرجة الثانية وكنبغي نعملها اش كندير؟ كندير المميز دلتا. هنا غادي ندير لكم مميز دلتا ومن بعد ندير لكم واحد التقنية سهلة. المهم نبداو بالمميز دلتا، والاول نمشيو نحسبوا حنا دلتا شحال كتساوي. ب أس 2 ناقص 4 أس سي بي. واحد الملاحظة، قلنا دائما اكس حدودية من الدرجة الثانية bx زائد c. b هي اللي كتكون مضروبة في x. دونك شنو اللي مضروب في x؟ بالإشارة ديالو هو ناقص واحد. هاهي كاينة ناقص واحد، ناقص واحد أس 2 ناقص 4 فاش في a. a هي اللي كتكون مضروبة في x أو كاري، شحال هي؟ واحد في ناقص 6. عندك تنساو الإشارة دائما فاش ناخد العدد، خد الإشارة اللي معاه. صافي. دونك واحد أس 2 تعطينا واحد زائد 4 في 6، عندك جوج في 6 هي 12، و 12 و 12 هي 24، شحال تعطينا؟ 25. في هذه الحالة فاش كتخرج لنا دلتا موجبة تقبل حلين، أن الحل الأول اللي هو ناقص بي زائد جذر ديال دلتا على جوج أ، الحل الثاني هو ناقص بي ناقص الجذر ديال دلتا على جوج أ، ونعوض. إلا درنا التعويض ناقص هاد ناقص ديال من، وحضيو معنا نكتبها كاع بالحمر باش تحضي معاها. شوف هاد ناقص اللي كاينه هنا راه ديال العلاقة اللي عندنا ديال الخاصية، هاهي اللي كنخدمو بها ياك. عاد كنمشي نحط العدد بالإشارة ديالو. بي بي قلنا راه هو ناقص واحد حيت هو اللي مضروب في إكس، ناقص هاهي واحد ناقص، حيت هذا كيغلط التلاميذ بزاف. شو باش تولي ناقص مع ناقص هتمشي. زائد الجذر ديال 25 على جوج فاش أ هي واحد، حيت أ اللي مضروبة في إكس أو كاري. نمشي نحل الحل الثاني. دونك قلنا ناقص ناقص واحد ناقص الجذر ديال 25 على جوج فاش في واحد. من بعد الحل الأول شحال يعطينا؟ ناقص مع ناقص غتولي زائد، دونك واحد زائد جذر 25 هي 5 على جوج. الحل الثاني غنحلهم بجوج في خطرة، دونك الحل الثاني تا هو واحد، تعطيك ناقص 5 على جوج. هاد الحل الأول شحال يعطينا؟ يعطينا هو 6 على جوج شحال هي 3، وهو حل حيت أصلا إكس كتقول 3. إلا عطاتك صفر، حيت شنو المعنى ديال الحل؟ كنعوضو كتعطينا صفر، هاد صفر منا جات باش عوضنا بثلاثة. إذا الحل ديالها راه هو 3 الحل الأول. والحل الثاني شحال يعطينا؟ دونك إكس جوج تعطيك هي ناقص 4 على جوج هي ناقص جوج. فهم؟ إذا بقى التعميل. تعميل كيفاش كنخدمو؟ حدودية من الدرجة الثانية التعميل ديالها أ، عامل لإكس ناقص إكس واحد
اعمل لي اكس ناقص اكس جوج. اذا التعميل ديال هذه الحاله اللي عندنا هتولي لينا ا هي شحال، هي واحد. دونك بلا ما نديروه اكس ناقص الحل الاول 3، اعمل لي اكس ناقص الحل الثاني، وهاد ناقص مع هاد ناقص هتولي زائد جوج. شو هو التعميل؟ فاش نعملو نجيو نعوضوها هنا ياك. ولكن قبل ما نعوض نزيدكم واحد التقنيه، اللي كيبغي يسالي التمرين دغيا نعطيك نعطيك واحد التقنيه باش تخدمها. شوف هنا قلنا زائد عندك مساواه، كاينه تقنيه كيقول لك الحل الاول مضروب في الحل الثاني راه هو السي على ا. الحل الاول انت بلا ما دير الدلتا، انا كنهضر مع شي وحدين اللي زعما هادش الدلتا ولات كتجيهم تاخذ شويه الوقت، واللي زعما متمكن شويه في الرياضيات ممكن يدير هذه الطريقه. كيقول انا بما ان 3 عوضت وعطاتني صفر، دونك الحل الاول هو ا، هو 3، ها هو الحل الاول. الحل الثاني ما معروف، شوف كيفاش نلقاه. سي على ا، سي هي ناقص 6، ا هي 1، ناقص 6 على 1 هي ناقص 6. وكنقول شنو 3 فاش نضربها باش تعطيني ناقص 6 ياك، 3 فاش نضربها باش تعطينا ناقص 6، نضربها في ناقص 2، حيت 3 في ناقص 2 هي ناقص 6، دونك الحل الثاني هو ناقص 2، وانت لقيتي الحلول بلا ما دير دلتا. هذا التقنيه اللي بغى شي واحد يعرف وتمشي تعمل. اذا حنا اش كيهمنا؟ كيهمنا هو التعميل. اذا ليميت عندما اكس كتقول قلنا 3 ديال اكس او كاري ناقص اكس ناقص 6 على اكس ناقص 3 اش كيساوي؟ هو ليميت عندما اكس كتقول 3 ديال اكس ناقص 3 عامل لي اكس زائد 2، حيت هذه راه هي هذه عملناها على اكس ناقص 3. اش قلت لكم قبيله؟ 0 على 0 بشكل غير محدد، كنمشيو ناخذ اكس ناقص 3. دونك هي هذه المشكل، اش كندير؟ كنجي كنختزلها. اذا نحيد المشكل اللي هو هذا، عفوا هانا حيدته ونجي نعوض. ليميت عندما اكس كتقول 3 غتبقى اكس زائد 2، ونعوض. الى حسب 3 عوضتها في بلاص اكس تعطيك هي 3 زائد 2 شحال تعطينا؟ هي 5. اذا النهايه خرجت لي 5. دونك بما ان ليميت عندما اكس كتقول 3 ديال اف دو اكس ديال الداله تخالف الصوره ديال 3، حيت علاش الصوره ديال 3 شحال عاطينا؟ 4، وانا شحال لقيت النهايه؟ 5. اذا النهايه كي دايره مع الصوره مختلفه، فان دالة اف غير متصلة في العدد 3، ولا كنقولو النقطة الفصول ديالها 3. شو حنا درسنا جوج انواع ديال الاتصال، اتصال خرج لنا اتصال، وعدد خرج لنا كيخالف النهاية ديالو مع الصورة. اذا هنا غير متصلة، اذا هذا هو الجزء الاول خاصك تعرف. واحد ملاحظة ولا نزيدو، هذا كيتسمى راجل دو بيطال، هذا كتقرا من بعد الباك، اللي غيورينو كيبغيو الماط وعزيز عليهم الماط مزيان كيبغيو يخدموه وكيبغيو يبحثوا فيه. نعطيكم واحد التقنيه بسيطه وندوز دغيا. بالنسبه شوف شوف هذا هي تخرج ليا النهايه ديالها دغيا. كيقول لك انا كانت عندك اف دو اكس على جي دو اكس جوج ديال الدوال وخرجت لك 0 على 0، كاينه واحد راجل دو بيطال اش كتقول لك؟ كتقول لك ان غير الشق الفوق بوحدو والشق لتحت بوحدو الشقاق غادي ندوزو ليه من بعد، هذاك الشيء اللي غادي يخرج ليك حسب ليه النهايه ديالو غتخرج لك النهايه. مثال دابا عندنا حنا اكس او كاري ناقص اكس، هذا على محل صغيره ونرجعو دغيا اكس ناقص 3 ياك. الشق هذه ما ديرش او على في، الشق الفوق بوحدو الشقاق ديال الفوق يعطيك هو 2 اكس ناقص 1، الشق لتحت الشقاق ديال اكس هو 1. اذا هذه نحسب لها الليميت فاش في اكس كتقول 3 أتعطيك جوج في 3 هي شحال؟ هي 6 ناقص 1 هي شحال؟ هي 5. شو راه هي النهايه اللي خرجت ليا. غادي تنعاودها من بعد بالنسبه للدراري اللي كيبغيو يبحثوا شويه في الماط. المهم نرجعوا دابا، درنا المثال الثاني. هنا غادي ندوزو في نفس الدرس الجزء الثاني اللي هو اتصال على اليمين والاتصال على اليسار. الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار امتى كنديرو؟ هذا هو المهم. دابا راه كيبان لك هنا جمل الدراري راه كيتلفوا فيهم، ولكن شنو المهم عندي انا؟ المهم هو كيفاش تعرف تخرج التمارين.
داكشي حتى حنا كنهضروا معاكم غير بالدارجه، وكنهضروا معاكم بشي حاجه اللي تقرب الدري باش يعرف يخرج التمارين. هنا فاش كيكون عندي اتصال على اليمين اتصال على اليسار عارفين هاي القاعده مزيان، ولكن كاين اللي ما كيعرفش امتى يخدمها. انا اعطيكم امتى، شوف امثله لخدمه السلسله فيها جميع انواع الاسئله. كاينه فاش كيعطيك جوج ديال الدوال، هي راه هما راه هادو كامله راه كتسمى داله وحده، غير هي في هذا المجال معرفه على هذا الشكل وفي هذا المجال معرفه هذا الشكل، في الرسم ديالها راه كتكون كامله. هذه الداله كتكون متقسمه لجوج، الا عطاني هاد الجوج هنا راه كاين على اليمين وعلى اليسار. اذا نعاود، امتى كنخدم النهايه على اليمين وعلى اليسار الا كانت عندي هذه الحاله؟ هاي جوج انواع، جوج ديال الدوال، وكيكون داير لك فلان ما عطينكش الصوره. انا يقدر يزيدكم واحد اخر ثلاثه والصوره، المهم جوج هي القليله، يقدر يكون ثلاثه ديال الدوال صافي. وكاينه حاله اخرى وعقلوا عليها مزيان كاع وكتبوها. حاله اخرى هي فاش كيكون عندك القيمه المطلقه، حتى فاش كتكون عندك القيمه المطلقه راه ليميت كتحسبوا على اليمين وعلى اليسار. اذا هنا الاتصال كيتدرس على اليمين وعلى اليسار فاش كيكون عندي قيمه المطلقه وفاش كيكون عندي جوج دوال. اما فاش كيكون عندك غير داله والصوره ديالك العدد هنا ما كتحسبش على اليمين وعلى اليسار صافي. غنعاود ناكد راه هادشي كيمشي مع الدراري. اذا امتى كنخدم على اليسار وعلى اليمين في الاتصال الا كانوا عندي جوج دوال صافي، هاي اف دو اكس واف دو اكس، ولا فاش كتكون عندي القيمه المطلقه. اذا نخدموا مثال، ناخذ لكم هذا السينوس باش تفكروا شويه. اتصال على اليمين وعلى اليسار، هنا نكتب الداله دونك اكس 0 كتساوي 0، عاطينك الداله اف دو اكس كتساوي لينا الجذر ديال 1 زائد سينوس ديال اكس ناقص 1 كل على اكس. وهنا عاطينك اف دو اكس الداله الثانيه كتساوي الجذر ديال اكس زائد سون على 4، وعاطينك هنا كل وحده فاش معرفه قالك هنا اكس راه صغر من 0 وهنا اكس اكبر او تساوي 0 صافي. اذا هادي قالك ادرس اتصال فاش في 0، اذا لابد ندرس اتصال 0. هنا عندي جوج دوال ضروري خصك تدرس على اليمين وعلى اليسار، ولكن اول حاجه جبت لكم دائما فيما نبغيو نحسبوا الاتصال اول حاجه كنمشيو نشوفوا الصوره واش عندي اف ديال هذاك العدد اللي كندرسوا فيه الاتصال واش كاين. اذا هنا ما عاطينوش لك، فاش ما عاطينوش فيه كنمشيو نحسبوا. مثال هنا قال لك صفر، كتمشي تشوف صفر فين كينتمي هذا المجال. دابا فاش عاطينك اكس اكبر او تساوي صفر اش كتعني؟ كتعني هي من صفر حتى البلوس لانفين. عاطيك اكس صغير من صفر هذه كتسمى على اليسار، هذا راه يمين وهذا يسار، حيت صفر هذا الشيء اللي جا جا اليمين ديالو، حيت الا مشيتي درتي فحال هكذا من صفر بلوس لانفيني هادشي جا اليمين ديالو، هذا اليسار ديالو في الموان لانفيني. اذا هنا عندك من موان لانفيني تلات تا صفر، هادي ما معرفاش المثال هكذا. اذا شو هنا من صفر لبلوس لانفيني كنمشي الصوره، الصوره كنمشي نحسبها في المجال اللي داخل فيه هذاك العدد. اعطيكم دابا كان في كاينه او تساوي، غير في هاد الحاله كتساوي صفر، حيت كاينين بعض الخطرات كيعطيوك ثلاثه الدوال وكيكون العدد يقدر ما بينش. مثال كون قال لنا حسبوا الليميت فاش في واحد ودرس اتصال في العدد واحد، الا بغينا ندرسوا العدد واحد كنمشيو نشوفوا اين مجال داخل واحد، حيت هنا راه الصفر راه داخل والواحد حتى هو داخل، دونك نقدروا نحسبوها هنا. اما هنا ما داخلش الواحد وما داخل الصفر حيت الصفر هنا قطعنا هو مفتوح. اذا اول حاجه لدينا كنمشيو نحسبوا الصوره ديال من اف ديال صفر اين داله نعوض، واش الاولى ولا الثانيه؟ نعوض في الثانيه، علاش؟ حيت فين كاينه او تساوي صفر، حيت تماك فين داخل ليا الصفر في هذا المجال. اذا كنمشي نحسبها صفر زائد تسعود كل على 4 تعطيك جذر ديال تسعود على 4، جذر ديال تسعود هي شحال؟ هي 3 على 4. انا حسبت 3 على 4 شتي، انا حسبت الصوره. وباش كنبدا النهايه، النهايه كنبدا نحسب في هذيك اللي حسبتها في الصوره حتى تكون خارجه، ضروري تكون متصله. و ليميت عندما اكس كتؤول لصفر ديال الداله اكس زائد تسعود على 4، هنا تعوض مباشره يخرج جذر صفر زائد تسعود على 4 شحال عطاتنا؟ 3 على 4. اذا هذه راه شناهي؟ راه كتساوي لي الصوره ديال صفر، اذا متصل على اليمين. بما ان ليميت ولا بما ان
ليميت عندما اكس كتقول صفر. وهنا غادي نذكر ضروري انا صفر خديت على اليمين صافي، نزيدوها هنا. وممكن دير انا غير صفر البلوس، الا درتي الفوق بلوس هي كتعني اليمين بلا ما دير هادي، تدير وحده فيهم صافي، ديرهمش بجوج ديرها وحده فيهم. المهم قلنا على اليمين ديال اش ديال الداله اف دو اكس كتساوي الصوره اف ديال صفر كنقولوا اذا ولا فان اذا الداله اف متصله على اليمين في عدد صفر. اذا درسنا على اليمين ولكن ضروري خصنا ندرسو على اليسار، هذه الاولى. و ليميت عندما اكس كتقول صفر اليسار كناخذ الداله الثانيه اللي هي 1 زائد سينوس ديال اكس ناقص 1 على اكس. هذه خصنا نمشيو نحسبوها كنهايه عاديه. اذا فاش غنمشيو نحسبو ليميت عندما اكس كتقول صفر، هنا الا مشينا عوضنا شحال تعطي؟ 1 سينوس ديال صفر، سينوس ديال صفر راه هو شحال عندك هو حت الا مشيتي حسبتي بآلة حاسبة شحال يعطيك؟ يعطيك صفر. ولا مشيتي حتى في الدائرة هاهي صفر اسقاط ديالها كتكون على صفر. دونك سينوس ديال صفر شحال كيعطيني؟ صفر، غتولي لك هي جذر 1 ناقص 1، دونك 1 ناقص 1 على صفر غتعطي شكل غير محدد. الا عطاتنا شكل غير محدد وهنا عندي جذر، فاش كيكون عندي جذر اش كندير؟ كنضرب في المرافق، المرافق ديال هادي الجذر 1 زائد سينوس ديال اكس ناقص 1 المرافق ديالها ديال الجذر 1 زائد سينوس ديال اكس زائد 1 الفوق والتحت، 1 زائد سينوس ديال اكس زائد 1 الفوق، تولي متطابقه هما ا ناقص ب عامل ل ا زائد ب. شحال تعطينا ليميت عندما اكس كتقول صفر ياك؟ الفوق يولي جذر 1 زائد سينوس ديال اكس اس 2 ناقص 1 اس 2 تاكدوا من الداله صافي على اكس عامل جذر ديال 1 زائد سينوس ديال اكس زائد 1. الجذر يمشي تبقى لك 1 زائد سينوس ديال اكس ناقص 1 على دائما ليميت عندما اكس كتقول صفر تحت اكس عامل جذر 1 زائد سينوس ديال اكس زائد 1. نحسبو كتساوي ليميت عندما اكس كتقول صفر الفوق شحال يبقى؟ يبقى سينوس ديال اكس، وهنا اكس عامل لواحد زائد زائد سينوس ديال اكس كلشي في الجذر هاد زائد 1 حيت هادو غادي يمشيو. هنا خاصك تعرف واحد القاعده، دونك هنا لدينا ان الليميت عندما اكس كتقول صفر ديال سينوس اكس على اكس شحال كتساوي؟ كتساوي 1. هذه قاعده. اذا هذه شو كيفاش تولي لي النهايه، ليميت عندما اكس كتقول صفر ديال سينوس اكس على اكس مضروبه فاش؟ في 1 على الجذر ديال 1 زائد سينوس اكس زائد 1. هذه لاش كتقول؟ كتقول 1. هادي غادي تعوض، هنا عندك 1 تعوض بزيرو، سينوس ديال زيرو قلنا هي زيرو، غتبقى لك فاش؟ هنا 1 على 2، حيت جذر 1 زائد 1، 1 زائد 1 هي 2، دونك شحال تخرج لينا؟ 1 على 2، وشوفوا هاد 1 على 2 واش كتساوي ليا الصورة 3 على 4، تخالف اف ديال زيرو، إذا هنا خالفت ليا اف ديال زيرو، صافي؟ شوفوا بما أن ليميت عندما اكس كتقول صفر
اليسار ديال اف دو اكس كتخالف الصورة اللي هي اف ديال زيرو، فإن اف غير متصلة على اليسار في عدد صفر. ولكن باقي ما ساليت، اسمعني راه درست على اليسار. هنا الخاصيه اش كتقول لك هي اللي درجوا لها، اذا هنا تكون اف متصله في نقطه اذا فقط اذا كان ولا كانت الداله اف متصله على اليمين واليسار بجوج، خاص النهايه في اليسار مع النهايه في اليمين مع الصوره خاصهم يتساووا، دونك هادشي كامل خاصو يتساوى صافي. في هذه الحاله اليسار كيفاش لقيناها؟ غير متصله. شوف واحد ملاحظه، فيما تكون عندك اليمين واليسار الا حسبتي غير وحده انها غير متصله في مثال على اليمين وخرجت لك غير متصله، ولا على اليسار وخرجت غير متصله، الداله كامله غير متصله بلا ما تعذب راسك صافي. اذا هنا اش كنقول؟ بما ان ولا مباشره نستنتج ان اف غير متصلة في العدد صفر صافي، حيت خرجت لينا هنا غير متصلة. إذا في هاد الحالة ديال على اليمين وعلى اليسار خاصها تكون متصلة في اليمين وخاصها تكون متصلة في اليسار. هنا قبل ما ندوزو لاتصال في مجال، قبل ما ندوزو في اتصال في مجال، نديرو مثال ديال بعض الأسئلة كيتعطاو هو تطبيق ك ديال القاعدة مباشرة. مثل بحال في التمرين 3 قال لك حدد القيمات A و B لكتكون الدالة متصلة في النقطة X0. أنا ما نخدمش هادي، نديرها مثال هادي اللي باش تفهموها. هنا عندنا A، خاصنا نجبدو A شحال كتساوي. هنا كنطبقوها القاعدة مباشرة وكنحسبو النهاية، وداكشي اللي كيخرج لك في النهاية بيان سيغ خاص يخرج عدد، ما خاصش تخرج لانفيني حيت خاصها تكون نهاية محددة. إذا باش غادي نحدو أ في هاد المثال اش عندنا؟ عندنا اف دو اكس كتساوي الجذر ديال اكس زائد واحد ناقص واحد على اكس، وعندك اف ديال زيرو شحال كتساوي؟ كتساوي ليا أ. إذا قلنا اف ديال زيرو معطاوها مكتوبة على هاد الشكل، أن اكس كتخالف زيرو، دونك لكي تكون اف دالة متصلة في العدد صفر، دونك هنا بحال كنقولو باش تكون انها متصلة يجب ان تحقق الشرط، اين الشرط؟ ان ليميت عندما اكس كتقول العدد اللي عندنا قلنا هو صفر ديال اف دو اكس يساوي ليا شنو؟ اف ديال صفر، وهداك العدد اللي يخرج ليك راه هو ا. اذا هنا مباشرة كنمشي نحسبها ليميت، حيت العدد النهاية اللي تخرج ليا راه هي العدد. عندنا ندير ليميت عندما اكس كتقول صفر جذر ديال اكس زائد واحد ناقص واحد على اكس، نحسب النهاية ديالها. أول حاجة قلنا تعويض، دونك الجذر صفر زائد واحد ناقص واحد على صفر، إلا حسبنا تعطينا صفر على صفر شكل غير محدد. إذا إلا كان الشكل غير محدد أش كنديرو؟ كنمشيو نقولو إكس ناقص صفر، إكس ناقص صفر هي شحال؟ حيت إكس ناقص صفر راه هي إكس. إذا المشكل فين عندي؟ في إكس، هو باش نختزل. إذا أول حاجة هاد الإكس فين جا؟ جا وسط الجذر، باش كنحيد الجذر بالمرافق. إذا نحسب ليميت عندما إكس كتقول الصفر ضرب في المرافق اكس زائد واحد ناقص واحد، اكس زائد واحد زائد واحد، اكس عامل الجذر ديال اكس زائد واحد زائد واحد فوق تولك جذر اكس زائد واحد اس اثنان ناقص واحد اس اثنان حيت متطابقة هامة، وجذر ديال اكس زائد واحد زائد واحد. ليميت عندما اكس كتقول صفر، ليميت عندما اكس كتقول صفر الفوق تحيد الجذر اكس زائد واحد ناقص واحد، لتحت اكس عامل الجذر ديال اكس
هذه الا زربت فيها حد ديجا بحال الاخرى نفسها. دونك هذه تمشي مع هذه تبقى لك اكس، دونك ليميت عندما اكس، الا لاحظتوا ليميت ما كنحيدهاش حتى ما كتبقاش ليا الاكس، حتى كنعوض. دونك اكس على اكس الجذر ديال اكس زائد واحد زائد واحد، ونختزل باش اكس حيت هي المشكل، حيت اكس قلنا هو المشكل. هنا كتقول صفر، دونك ليميت عندما اكس كتقول صفر، غتبقى لك واحد على الجذر ديال اكس زائد واحد زائد واحد. شحال تساوي الا عوضنا؟ صفر زائد واحد زائد واحد، ونحسب مباشرة شحال يعطينا الا حسبنا هادو. صفر زائد واحد هي واحد، غتبقى لك هي واحد على جوج، ياك واحد، وخاصة تساوي ليا الصورة وتساوي ليا أ. إذن أ هي شحال؟ هي واحد على جوج، راني حددتها. هادي المثال كيقول لك حدد بعض الأمثلة. هنا من بعد أش بقى لينا؟ بقى لينا ندوزو الجزء الآخر، شوفوا الدرس. الجزء اللي ندوزو ليه هو كيقول لك اتصال، فاش كاين اتصال في مجال، هاهما. دونك اتصال في مجال غير حفاظه، خاصك تكون حافظ. اذا اتصال على مجال، اف متصل على المجال هنا مغلوق، ا بي يعني ان اف متصله على جميع النقط. دابا عندنا المجال هذا هو ا و بي، باش تكون متصله خاصها تكون متصله كامله هنا ما متقطعاش زعما، ياك، وخاصها تكون متصله على يمين ا وعلى يسار بي باش تكون متصله كامله. اذا هما القواعد، انا باش تكون متصله على مجال هادشي كامل غتعرفو غير هنا، غير حفظ ليا هادو. أنا فاش يكون عندك مجموع دالتين، دالة زائد دالة راها متصلة، خاص تكون الأولى متصلة. وشوفو نتوما في الباك كتقراو الدول المتصلة، حفظ غير هادو. ها حد جميع الدول اللي كتقراو في الباك عبارة عن دول متصلة في مجموعة التعريف ديالها، ما كتقراوش الدول المتقطعة، صافي. إذا مجموع دالتين متصلتين هو دالة متصلة، هاي هادو متصلين لأن مجموع دالتين متصلتين. هنا جداء دالتين متصلتين توا عبارة عن دالة متصلة. خارج دالتين زعما قسمة خارج دالتين متصلتين هو دالة متصلة. اف متصلة وموجبة، إذا الجذر ديال هذيك الدالة تا هو كيكون دالة متصلة. دالة حدودية كتكون متصلة على على اخ. الدول الحدودية اللي كتكتب في السطر، مثال ا اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي، ولا ا اكس اس 3 زائد بي اكس اس 2 زائد اكس، ولا اكس زائد 1، حتى هي هذه حدودية. والواحد براسو راه انها عبارة عن دالة حدودية. إذا الدول الحدودية اللي كتكتب في السطر ما حداها لا جذر لا والو هنا، ولكن يقدر يكون عندك عدد مثال اكس على 2 زائد 1، هذه راه داخلة ضمن الدول الحدودية، حيت 1 على 2 راه معامل، صافي. إذا كاين الدالة الجذرية كتكتب على شكل قسمة بحال هكذا، كاين الدول المثلثية سينوس اكس وكوس اكس. المهم الدالة الجذرية كتكون متصلة على مجموعة التعريف ديالها، حيت كيطلبوا منك مجموعة التعريف، عاد من بعد كتقول انها دالة متصلة. سينوس اكس وكوس اكس عبارة عن دوال مثلثية، تا هما كيكونوا دالتين متصلتين على اغ. كاينة دالة الجذر اللي هي جذر اكس كتكون متصلة على ار بلس اللي هو زيرو بلس لانفيني، وكاين اف غونجي مركب دالتين، فاش كيكونوا جوج ديال الدوال متصلة. هنا اش بقى؟ بقى غير الطريقة ديال الكتبة كيفاش كتكتب. انا غادي نوريك كيفاش. اول حاجه مثال بحال التمرين الرابع، قال لك ادرس اتصال الداله على المجال. هنا اش خدمنا في التمارين؟ اتصال فاش في نقطه، هنا كاين اتصال في مجال. اتصال في مجال كيعطيك داله كامله. اول حاجه نقراو هاد الدوال، عاد نديرو شي جوج امثله باش ما نكثرش عليكم. شوف الا قرينا الدوال، شوفوا هاد الداله مشوفه ديالها، اكس اس 3 ناقص 2 اكس زائد كوس اكس، هذه عباره عن جوج ديال الدوال. الدالة الأولى عبارة عن دالة حدودية، وهنا دالة مثلثية، إذا مجموع دالتين. ها مشوفة هنا اش عندك؟ جداء دالتين، كاين دالة الجذر وحدودية، هنا جداء دالتين، هنا كاين حدودية مع من؟ مع دالة الجذر. إذا هنا كاين خارج دالتين، هنا عندك سينوس وسطها شنو؟ وسطها حدودية، هذي كتسمى مركب دالتين. إذا هنا هادو عبارة عن دوال، كاين اللي فيها جداء كاين اللي فيها جمع، هنا غادي نقولوها هضره. مثلا ناخذوا هذا المثال اللي عندنا، هنا قلنا دراسة اتصال على مجال، هنا عطني كل مجال هو شحال؟ هو اخ.
وعطيني بالدالة اف دو اكس هي اكس اس 3 ناقص 2 اكس زائد كوس اكس. اذا اش غادي نقول؟ اول حاجة هنا عندنا الدالة معرفة على اخ، دونك بلا ما نذكروها كنبدا نكتب الدالة، كندير واحد اكس وندير سهم فحال هكدا. نبدا بهاد جوج اكس اس 3 ناقص 2 اكس، نفرقها ياك. هادي دالة حدودية، إذا كانت دالة حدودية اش قلنا؟ جميع الدوال الحدودية راه متصلة، إذن فهي متصلة على المجال اف، صافي. والدالة الثانية تقدر بلا ما تكتب هاد الدالة مباشرة دير اكس بحال كتقول بحال، الدالة الثانية سهم اللي هي الكوس ديال اكس، هذه دالة مثلثية متصلة على مجال اخر. وكنعاد نرجعو دابا كتبناهم كل وحدة، من بعد كنكتبو الدالة كلها اكس اس 3 ناقص 2 اكس زائد كوس اكس، هذه كاملة دابا راها دالة، دالة متصلة لأنها مجموع. مش درنا مجموع، هاي الدالة الأولى، الدالة الثانية، بيناتهم جمع، ويقدر يكون طرح، طرح حتى هو راه داخل مع الجمع. شوف أنا إلا كانت كو كانت عندنا ناقص كوس إكس، راه كتدخل مع المجموع، حيت ناقص راه بحال قلتي عندك ناقص بحال قلتي هي زائد ناقص كوس إكس، هي راه مجموع. عندك شي واحد يبان ليه ناقص يقولك طرح دالتين، دخلها مع المجموع ما تبقاش تلف، صافي. اذا قلنا دالة متصلة لانها مجموع دالتين، كي داير انا جوج دوال، هادي راه متصلة قلنا، علاش؟ وهادي متصلة حتى هي، ان مجموع دالتين متصلتين، صافي. اذا قلنا مجموع دالتين متصلتين، ناخذ مثال هنا متصلا دونك على اخ، حيت المجال اللي كنخدموا عليه على اخ. ناخذ هذا المثال اف دو اكس كتساوي لينا اكس اس 2 ناقص 3 جذر اكس، ياك. وعندنا اي شحال كتساوي؟ 0 بلس لانفين، 0 بلس لانفين. اذا قال لك ادرس اتصال على هذا المجال، اذا لا بغينا ندرسوا الاتصال على المجال نفس الشيء، كنقسم الداله، كنقول اكس اس 2 ناقص 3 داله متصله على اخ، علاش؟ لانها حدوديه، وبالخصوص كتب لكم هنا وبالخصوص على المجال اللي عندك اللي هو 0 بلس لانفيني. انا عاود لكم هذه علاش درتها، ذبحت المجال اللي عاطيني هو 0 بلس لانفيني. حنا بحال كتقولي الا كانت واحد الداله، هذه مثال عندك في واحد المجال داله متصله زعما ما متقطعاش فيه، وحنا بغينا من صفر بلس لانفيني، هي بما انها كامله على اغ متصله، اذا لا خديناها من صفر بلس لانفيني راه بالخصوص في هذا المجال راه تكون متصله، حيت كنقتصروا على المجال اللي عطاونا. علاش قلت انا متصله على اغ؟ حيت القاعده، القاعده كيقول لك ان كل داله حدوديه راه متصله على اغ، صافي. اذا قلنا وبالخصوص على صفر بلس لانفيني اكس هنا وغادي نوضح لكم واحد الحاجه هنا من بعد. دونك هذه حتى هي داله متصله على صفر بلس لانفيني، انها داله الجذر، دونك داله الجذر مباشره. واحد الملاحظه نديروها غير لتحت هذا الرجوع، كون كانت عندي مثال اكس زائد واحد، هنا فاش تكون عندك اكس زائد واحد من الاحسن خذ x زائد واحد هي الاولى وقول داله متصله، مثال داله متصله على صفر بلس لانفيني وموجبه، ضروري كنذكر هذه كلمه موجبه فاش كتكون. اما الا كان عندك غير اكس ماشي مشكل حيت هذه مستقله، فاش كتكون عندك داله الداخل ضروري تذكر الموجبه. انا فين قدرتها هنا؟ هيا
دونك هنا جذر هاي هاي اف داله متصله وموجبه، الا كانت موجبه عاد كندخل نهضر على داخل جذر، اما فاش كيكون عندك جذر اكس بوحدو ماشي مشكل. صافي، اذا نكملوا على هذه، هذا كملاحظه لان داله الجذر، ونجي نكتب الداله اللي عندي اللي هي اكس فاش اللي هي اكس اس 2 ناقص 3 في الجذر ديال اكس. هنا داله متصله على صفر بلس لانفيني، علاش؟ لانها يداء دالتين متصلتين، كتبقى هضره. ونفس الشيء تانا انا هادي الكره، هادي شناهي؟ هادي مركب دالتين، غتبدا بهذه الاولى. المهم نديرها حيت كاين اللي يقدر ما يعرفش ليها، غنديرها هنا. شوفوا في هذه الحاله عندك انا سينوس ديال اكس اس 2 زائد اكس زائد 3، اكس في اكس اس 2 زائد اكس زائد 3، هذه داله متصله على ار لانها هنا حدوديه، ولكن فاش تمشي للسينوس خدها سينوس اكس، ما ناخذش هادشي الوسط هو الاول، سينوس اكس تنهضر على الداله، حيت هادي منين جات؟ شدينا هاد اكس عوضنا بهادي، مركب دالتين اف غون جي اللي قريتو في السيزيام. اذا هادي تاهي داله متصله على ار انها داله مثلثيه. عاد نجي نكتب كلشي، سينوس ديالاش اكس اس 2 زائد اكس زائد 3، هادي شناهي؟ دونك دالة متصلة على ار انها مركب، هذا هو مركب، مركب دالتين متصلتين. صافي، اذا تقريبا هادشي اللي خاصكم تعرفوا في الاتصال، وعاد كاين فيه اجزاء اخرين حيت خصوصا هذيك الدوال العكسية فيهم مشكل، امثلة في المقرر ديال الرحاب في الرياضيات. أمريكم باش تعرفوا في الدرس اش فيه. اذا هضرنا على الاتصال في نقطه، واتصال على اليمين وعلى اليسار، اما في الاشكال دابا بحال الداله انها امتى كتكون متصله على اليمين وعلى اليسار، درنا الاتصال على المجال، الداله الجزء الصحيح ما كيخدموهاش، دونك ما عندكش في الباك، غادي يخدموها معكم كتمرين، ولكن في البكالوريا ما عندك. وهادشي ديال الاتصال حتى من بعد تيقرب الوطنيه، تنوليو نقول لكم امتى كيكونوا اشنو اللي كيتحط بزاف. اذا اتصال الدوال الاعتياديه، مثال حنا الدوال الجذريه والدوال داله الجذر ولا الحدوديه هو اللي كتبت لكم. من بعد في اللايف جاي ان شاء الله صوره مجال ومباراه القيم الوسطيه، مباراه القيم الوسطيه نقدر كاع نديرها دابا، راه سهله. وشنو اللي بقى دونك غير باش تعرفوا اصلا اش بقى لكم، هنا العمليه حنا راه درناهم، بقاو اتصال دالتين الدوال العكسيه، عندك هاد الداله العكسيه هي اللي كتبغي شويه الخدمه، هاد الدوال العكسيه اللي خصني ندير لايف بوحدهم باش نشرح لكم شويه باش تعرفوا. اذا هنا مبرهنه القيم الوسطيه، هادي غير واحد الخاصيه خاصنا نعرفوها، ان كيكون عندك معادله، المهم نذكر هاد مبرهنه القيم الوسطيه دابا نيت ماشي مشكل، ندير لكم هنا شوف اش كتقول مبرهنات، هذه كتحط في الوطني، مبرهنات القيم الوسطيه. السؤال كيفاش كيكون؟ السؤال اللي كيكون كيعطيوك كيقول لك بين ان الداله تقبل حل وحيد، ولا كيقول لك بين ان الداله تقبل على الاقل حل. ولكن اسمعني انا لاش ذكرت الداله، شوف حيت في الوطني كيعطيك الداله، انت اوتوماتيكمون خاصك تعرف ان اف دو اكس كتساوي صفر هي التقاطع ديالها مع محور الافاصيل. وهنا في التمارين ما غاديش يقول لك داله، شوف الطريقه الثانيه اللي غادي يعطيك،
اعطيك مثال واحد اف دو اكس كتساوي صفر ولا اف دو اكس كتساوي واحد العدد مضروب في اكس. دونك في كلتا الحالتين خاصك في الاخر تكون عندك ان اف دو اكس ناقص شي حاجه ولا اف دو اكس كتساوي صفر، كتولي على شكل معادله. عاد السؤال كيفاش كتولي تطرح؟ كيقولك بين ان المعادله تقبل حل. دونك انا ما عنديش في هذه السلسله، تنوريكم في السلسله الاخرى. دونك غير نشوفوا ايه. دونك مثال شوفوا هنا الاسئله كيقولك بين ان المعادله تقبل على الاقل حل، بحال في هذا السؤال ولا قالك بين المعادله. شوفوا هنا عطاوك زيرو. اول حاجه خاصك تعرف، خاص ضروري يكون عندك زيرو في طرف اخر، ضروري يكون عندك زيرو. بحال هنا ما عندك زيرو، كتشد هذا العدد كدير طرف اخر كيولي ناقص، ياك اذا كيعطيك عاوتاني هنا بين ان المنحنى الشيء يقطع محور في نقطه واحده، بحال هذه هكذا كيتحط في الوطني. كيقول بين ان منحنى الداله ولا الداله يقطع محور الافاصيل. امتى كيكون عندنا محور الافاصيل؟ كيقطع سي اف، زعما الرسم المبياني كيقطع هنا، كيكون كيقطع المحور الافاصيل فاش كنديروا ان اف دو اكس كتساوي لينا صفر، الداله كتساوي صفر. المهم انا قلت لك كيكون عندك حل، كيقول لك بين ان المعادله تقبل حلا واحدا. وقلنا ان قبل ما نعطيك الخاصيه انا غادي نكتبهم لكم هنا. حل واحد نديروا الشروط ديالها، وعلى الاقل نديروا الشروط ديالها. ولكن انا قبل ما نخدم هذه الشروط خاصك تفهم، حيت في امتحان راه اغلبيه لا في الفيزيك لا في الماط خصوصا الباك، هادشي اللي ولا دابا شحال واحد كيخلعكم كيقول لكم راه تبدلات المنهجيه. لا، راه ماشي المنهجيه اللي تبدلات، الطريقه ديال التمارين. وكاين شي هذوك شي تمارين تحطوا راه ضروري كيتحط لكم وسط العام. اذا راه بلا ما تخافوا تسمع غادي تبدل المنهجيه ولا تبدلات، راه شي تمارين كانوا نفس الاسئله كيتحطوا دائما كل عام كيبدلوا الارقام. ودابا باش ولاو كيديروا كيعتمدوا على الفهم، الدري خاصو يكون فاهم. اذا انا قبل ما نبين لك انا المبنى القيم الوسطيه ها كيفاش تحفظها وتخرج، خاصك تفهمها مبيانيا هي الاولى. مثال شوف، دابا ناخذ واحد الداله هادي، مثال ناخذ واحد الداله دايره فحال هكا. شوف اذا هنا هذا هو المحور اكس، محور الافاصيل او الافاصيل، ياك هنا هذه نقطه التقاطع. شوف اذا هنا في التقاطع ليا سي اف، هذا هو سي اف. اذا خاصك تعرف واحد الملاحظه، علاش كيعطيونا هذا السؤال؟ كيعطيوك حيت في الرسم ديال الداله كيكون عندك مثال الداله تزايديه وخاصها تقطع، ما حيت كاين اللي غادي يدوز الداله من هنا، كاين اللي غادي يدوزها ما عارفش منين. حنا عرفنا تزايديه، ولكن هما كيعطيوك واحد المجال تقريبي. حنا ناخذ هذا المجال، هايا هنا هايا ا، وهنا هنا ب. اذا ما هو الهدف من مباراه القيم الوسطيه؟ هو شنو في الوطني؟ انا كنهضر الوطني حيت هو المهم كيتحط. هو انك تعرف هذا المحور ديال الافاصيل كيتقاطع ليا مع منحنى الداله في واحد النقطه، وخاصني نعرفها فين تجي ديك النقطه. علاش؟ حيت كاينين هاد النقطة كتجي غير تقريبية، كاينين شي دوال صعاب باش تحلهم المعادلة. مثال كون كان عندك نقولو جذر إكس زائد واحد ربع إكس أس إثنان زائد خمسة على إكس زائد واحد ألان دو إكس، واحد الدالة كتحط المهم الإمبيرية كتساوي زيرو، بحال هاد المعادلة صعيب أنك تخرجها مباشرة، ما تقدرش. اذا هاد مباراة القيم الوسطية اش كدير؟ كتعطيك واحد الحل تقريبي، حيت من بعد نشوفوا طريقة التفرع الثنائي. هاديك طريقة التفرع الثنائي كتبين لينا المجال بالضبط فين غادي تقطع. المهم تندوزو ليه، خلينا هنا باش نعرفوا. شوفوا منين غادي تجي، حيت باش لا نسيتي على القواعد جي ارسم الدالة وشوف. دابا اف ديال بي فين نجي؟ الصورة ديالها كنديروا اسقاط على من؟ على المنحنى، ونجيو هنا. هادي اف ديال بي فين جات؟ جات الفوق، كي دايره؟ موجبة كبر من زيرو. اف ديال ا، الصورة ديال ا، ياك؟ هاهي الصورة ديال ا فين جات؟ جات لتحت. اف ديال ا صغر من زيرو. إذا من هنا غادي نستخرج القواعد. شوف أول حاجة الدالة كيفاش خاصها تكون؟ واش الدالة مقطعة من في هذا المجال؟ في المجال ا بي؟ لا. دونك اف خاصها تكون متصلة، متصلة على المجال اللي عندنا ا بي. إذا أول شرط خاصو يكون متصل. الشرط الثاني
شوفوا الداله تزايديه في فهاد اللحظه وتقدر تكون تناقصيه. اذا كنقولوها رتيبه قطعا. ما معنى رتيبه؟ اما تزايديه او تناقصيه. اذا هذا هو الشرط. الشرط الثالث قلنا الصوره ديال ا موجبه، اذا اف ديال ا، والصوره ديال ب سالبه، اذا الجداء موجب في سالب اش كيعطي؟ كيعطي سالب. تقدر يكون العكس، هذه موجبه وهذه سالبه، ولا هذه سالبه وهذه موجبه. اذا الجداء ديالهم دوك هادو هما ثلاثه الشروط. ها هو الشرط الاول، الشرط الثاني، الشرط الثالث، غير كتكتبهم اليوم. فاش كيقول لك بين ان المعادله تقبل حل واحد، دونك كدير هادو. غادي نديرو مثال فيهم. على الاقل حل، على الاقل حل هي هذه. اذا شنو الفرق بين هاد الجوج؟ مثال ناخذ انا نقولو هنا ا، ونجي هنا ناخذ ب. هاي الصوره ديال ا جات موجبه كبر من زيرو، الصوره ديال ب فين جات؟ جات سالبه صغر من زيرو. اذا اول حاجه الداله متصله، اذا عندهم نفس الشرط الاول، اف متصله. الشرط الثاني ان هنا واش عندنا الرتابه؟ شوف هنا مره تناقصيه تزايديه تناقصيه تزايديه، اذا الرتابه ما كاينش. اش بقى؟ بقى الصور كي دايرين، واحد موجب واحد سالب، اف ديال ا فاش في اف ديال بي كيدير صغر من زيرو. اذا هنا الجداء كيفاش خرج؟ صغر من زيرو. اذا لاحظتوا فيما يقول لك باين ان الداله ولا باين ان المعادله تقبل حل واحد، الا قال لك حل واحد بوحدو ثلاثه الشروط، اف متصله ورتيبه قطعا والجداء. الا قال لك انا على الاقل حل، كاينين جوج شروط. نديرو تمرين، نطبقو تمرين باش تفهمو مزيان هاد الشروط. نديرو هنا دونك هنا عطيكم هنا اكس اس 3 زائد 2 اكس ناقص 7 كتساوي صفر. هذه معادله، المجال اللي عطيناه هو واحد جوج، قال لك بينها تقبل حل واحد. اذا باش بينها تقبل حل واحد، هنا فاش كيقول لك حل واحد، اول حاجه اش قلنا؟ كنمشيو اتصال. اذا اف متصله لانها حدوديه، ياك؟ دونك متصله على ار زيد، وبالخصوص واحد جوج المجال اللي عندنا، حيت كندرسو اتصال، واتصال هو اللي درنا دابا في اللي فات. قلنا ان كل داله حدوديه راه انها متصله، اذا هاني بينتها راه متصله، غير كتقولها ضروري كيكونوا متصلين. ثاني حاجه اش قلنا؟ كنمشيو من بعد الاتصال، هاي اف متصله رتيبه قطعا، الرتيبه اما تزايد تناقصيه، هذه راه ما يمكنش لك من الشوفه ديالها تعرفها. اذا في الرتابه قلنا هذا الاتصال خاصنا نعرفوا الرتابه. الرتابه باش كنعرفوها؟ كنعرفوها بالاشتقاق. عندنا اف دو اكس كتساوي اكس اس 3 زائد 2 اكس ناقص 7، خاصنا نشقوها. اف برين دو اكس اشتقاق قريتوه في سيزيام، خاصكم تاو ديروا لي مراجعه وغادي تعاودي تقرا في الباك وكنركزوا. فاش كيكون عندك اس كنهبطوا الاس، كنضربوه في واحد تولي 3، وكننقصوا هنا واحد، زائد اي عدد مضروب في اكس الشقاق ديالو هو العدد، وعدد فاش كيكون بوحدو هو زيرو. اذا هذه هي الشقاق ديالها. هذه خاصني نمشي ندير ليها جدول تغيرات، ولا بلا جدول تغيرات. علاش؟ حيت مباشره هذه كي دايره اكس او كاري، اكس او كاري راها موجبه، شي حاجه موجبه وزدتي عليه موجب يبقى موجب. اذا كلشي كيفاش يكون موجب؟ اف بريم دو اكس موجبه، الا كانت الداله الشقاق ديالها موجب، اذا اف دو اكس كي دايره تزايديه قطعا على المجال اللي عندنا اللي هو واحد جوج. اذا درنا الرتابه، اش بقى؟ بقى الجوداء اف ديال ا مضروب اف ديال بي خصو يكون صغر من زيرو. شكون هي هنا ا و بي؟ ا و بي هما واحد وجوج. كتمشي تحسب اف ديال واحد وكتحسب اف ديال جوج، كنحسبوهم. اف ديال واحد الصور ديالو كنعوضو في الداله، ما تعوضش في الشقاق، في الداله. هنا قلنا واحد تولي هي واحد اس 3
زائد جوج في واحد ناقص سبعة. دونك السؤال نيت ناقص سبعة شحال تساوي ليا؟ دونك واحد وثلاثة تعطيك هي ناقص ربعة، هي سالبة صغيرة من صفر. إلا عوضت بجوج، جوج أس ثلاثة زائد جوج بجوج ناقص سبعة، جوج أس ثلاثة هي شحال؟ هي تمنية ياك؟ تمنية ناقص سبعة هي واحد زائد ربعة هي خمسة. دونك موجبة، إذا عندنا إف ديال واحد مضروب إف ديال جوج، دونك الجداء إف ديال واحد كيخرج سالب، حيت واحد موجب واحد سالب، الجداء ديالهم سالب. إذا درت ثلاثة ديال القواعد، واحد جوج ثلاثة، درت بينت أنها متصلة، بينت أنها رتيبة قطعا، قناعها تزايدية قطعا. السؤال والشرط الثالث هو الجداء ديال المجال، كيكون أنه كيداير قلنا صغر من صفر، بما أنه صغر من صفر صافي حققت قواعد. أش كنقول؟ إذا حسب مبرهنة القيم الوسطية المعادلة، هنا معادلة إكس أس ثلاثة زائد اثنان إكس ناقص سبعة كتساوي صفر، تقبل حل وحيد في المجال واحد جوج. وممكن تقول أن ألفا ديك العدد راه محصور بين واحد وبين جوج. مثال إلا كانت الدالة مرسومة كتجي لواحد وجوج، الدالة نقولو تزايدية كتجي من هنا، ماشي باش الدالة ما غاديش تمشي تفوت ليا جوج ولا تفوت ليا واحد، كدوزها من هنا. هادي هي المعنى ديالها في التأويل الهندسي. صافي، المهم نخلي لكم تمارين تخدمون بحال هاد السلسلات باش تعولوا شويه، راه كافيين. وخصوصا هاد السلسله تعاودوا النهايات ديالها، غتخدموا اتصال كيف ما خدمتو معاكم هنا، اتصال على اليمين وعلى اليسار حيت كاينين جوج ياك. هنا المعادله غير نعطيكم فكره، هناش عندك، عندك جوج جذر اكس خاصك ديها لطرف اخر، صافي خاصك ديها لطرف اخر، باش دائما خاص يكون عندك زيرو هنا، كنأكد خاص يكون عندك زيرو عاد تقول الداله. هيا هنا قال لك على الاقل، الا قال لك على الاقل هنا ما تحتاج للشقاق مباشره، تقول متصل، علاش؟ حيت مجموع دالتين متصلتين، هذه حدوديه وهذه داله الجذر، وغادي تسنو تحسب الصور، تحسب الصور ديال صفر وديال واحد، ولكن خاص ضروري تدي هذه الطرف اخر. هنا عاوتاني نفس الشيء، هنا نفس الشيء، هذه كتاخذها كتساوي زيرو وكتخدم عليها. هنا قال لك في نقطه واحده من صفر بلس لانفيني، هذه الا كان عندك بلس لانفيني كاينين طريقه اخرى ديال اغ، حتى هي غادي نوريها لكم فاش كتكون عندنا مثال في اغ، حيت بلس لانفيني ما كنحسبوا الصوره ديالو، تما كنمشيو نحسبوا الصوره ديال الصفر واش موجوده، زعما اف ولا ان صفر الصوره ديالو خاصها تكون فاش كتكون